القارات الخمس ممثلة في عاصمة المملكة التي تحتضن الملتقى الدولي الأول للسينما والشباب. إنه احتفال السينما بمشاركة المبدعين والمهتمين والرواد على السواء، إذ اللغة واحدة وإن اختلفت وسائل الخلق والابتكار والإنجاز وتعدد. إذا قسنا البداية ديال السينما بأول مرة التقطت فيها صور، غادي نعتبروا بأن السينما في المغرب بدأت في عام 1903 أو 7، ولكن هذه واحد النظرة اللي غتبقى واحد شوية تكنولوجيا محضة، فوقاش تصورت أول صورة. الآن إذا قسنا بالمسؤولية الوطنية على الصور، غادي نقولوا فوقاش تصور أول فيلم بمكوناته التقنية والفكرية في هاد البلاد، واش كان مصور من طرف أجانب أو كان متصور من طرف مواطنين ديال البلاد. السينما جات عن طريق الأخوان لوميير اللي صيفطوا مصورين مصر كما هنا كما تونس، طلعوا الصور الخاصة بالجغرافية ديالنا الأولى، ثم جات الجيوش الاستعمارية، ثم من بعد الجيوش جات الإثنوغرافيا، ثم جاءوا المخرجين الأوائل المهمين هيتشكوك ويلز. Il y a évidemment plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a deux étapes à mon avis ou qui sont transversales. La première qui se situe depuis l'époque de la colonisation, ce qu'on appelait la colonisation, et qui a été marqué par la production d'une série de films en fait qui n'avait de marocain que le nom ou le lieu, mais qui était réalisé par des Français dans des buts bien précis de légitimer en quelque sorte la présence française au Maroc. Là, ça te trouve assez barré, ou en n'hésitez que cinéma colonial il y a des l'achérinat, qu'un cinéma français. طبعاً صورة هنا وكانت طاقات مغربية ساهمت فيها، ممثلين يمكن تقنيين، ولكن هل نعتبر أن الأفلام ديال أندريس بوبادا مثلا هي أفلام مغربية أو لا؟ هذا نقاش كذلك. أول السينما في المغرب بدأت واحد الوقت مبكر، ولكن مع شركة أجنبية اللي كانت كتجي تصور هنا، حتى واحد الوقت يعني كنا نسمعوا باللي جا فرنانديل كان دار انا شي فيلم، كانت مع الممثله المصريه ساميه جمال في الفيلم ديال علي بابا اللي كنعتقد انه كان تصور في ليزاني 30، ومن بعد منها كانوا جاوا افلام اخرى، وقبل من هذا الشيء كانوا لي فري لوميير كانوا جاوا صوروا هنا في البدايه ديال القرن العشرين. كنسمعوا كل مره كيجيو شركات، كان أورسون ويلس كان جا صور حتى هو الفيلم ديال أوتيلو في مدينة الصويرة، واللي كان تقدم الكان باسم بالفيلم مغربي وكان خدا جائزة في ذاك الوقت. من بعد الاستقلال الأفلام الأجنبية كانت ما بقاتش كتجي بزاف، ولكن جات واحد الموجة ديال المخرجين اللي كانوا تخرجوا من مغاربة، اللي تخرجوا من فرنسا وكانت عندهم طموح انهم يديروا السينما المغربيه. في الماضي قبل بدايه اي عرض اي فيلم في القاعات السينمائيه، الافلام المستورده التي كانت توزع في المغرب كانت تقدم ماده اخباريه للمشاهدين في القاعات السينمائيه، كانت بوابه تفتح ووزارة الأنباء، وكانت تقدم للمتفرج والجمهور المغربي مادة إخبارية حول مجموعة من الأنشطة الملكية الرسمية الوزارية
هذه المواد كانت تقام داخل مختبر في المركز السينمائي المغربي، بحيث أن السينما المغربية في تلك الفترة لم تكن قد تلمست طريقها نحو الوجود. الآن المتفق عليه هو أن يعتبر كانطلاقة وطنية، كفيلم وطني، الفيلم اللي تصور من طرف مواطنين ديال الدولة اللي تنتمي ليها بوسائلهم التقنية والفكرية، وهذا المتعارف عليه. فالحالة هذه تكون إشكال ديالنا هي أشنو أول أفلام صوروها وداروا الإخراج ديال المغاربة في المرحلة ديال الأربعينيات أو ديال الخمسينيات إلى آخره، وفي هذه الحالة غتكون أفلام قصيرة. وحنا ذاك الوقت يعني ملي رجعنا تنهضر على الجيل ديالي، ملي رجعنا من ليداك المعهد العالي السينما في باريس، رجعنا في 64 65، كنا عندنا واحد نظرة خاصة بالنسبة للسينما، وبدينا بأفلام قصيرة. avec l'influence de la nouvelle vague en France, il y avait ces deux courants, l'un qui tire vers ce qu'on peut appeler le discours par l'image, qui était l'écriture cinématographique, comment elle doit être faite, comment on peut s'exprimer par l'image beaucoup plus que par la parole. Et puis il y avait à côté des cinéastes qui ont choisi de traiter des questions sociopolitiques, mais d'une manière plus ou moins détournée. La film القصيره اللي كانوا تصوروها اخوان بحال السي العربي بن نانيف، بحال السي مشقرون الى اخره، كانت موازيه مع تقريبا المرحله ديال الاستقلال اللي كانت منظمه بكيفيه، يعني تنعرفوا بان مواطنين مخرجين مغاربه مسؤولين على هذاك التصوير اللي قاموا به والاخراج اللي قاموا به. Il y a eu bien sûr l'expérience de Rosfour qui lui est parti du bas, qui était cableman et puis qui petit à petit a appris le métier et qui a fait quand même les premiers films si on peut dire un peu à la Méliès quoi. هالحالة هذه تنشوفوا بان الفيلم ديال عصفور هو يمكن اول ممارسة إخراجية تجارية، لهذا يعتبر ان 1957 لابن العاق هو تصور بقصدية طبعا إبداعية تجارية محضة، وتسوق بالوسائل ديال عصفور انذاك، وجاو الناس اللي تيشتريوا واحد البطاقة باش يشوفوا الفيلم. هذا يمكن مجازيا نعتبروا بان الانطلاقة الإبداعية التجارية السينمائية في المغرب انطلقت مع المرحوم عصفور سنة 1957. سيتي كوم ان غامان دو كارتيي كي تي باسيوني دو سينما كي نو لتي با ا ليبوك، مي لوي لا tenté, il a pris une caméra, il a filmé des choses, et puis il a fait aussi un long métrage. نتحدث عن ملمح واضح لسينما يمكن عندما تشاهدها تقول بأن الأمر يتعلق بسينما دولة معينة، لأن تعكس خصوصيتها، تعكس هويتها، تعكس ثقافتها وحضارتها وإرثها الثقافي والتاريخي. لكن إذا أردنا أن نتحدث بالضبط عن السينما المغربية، سنقول بأن سينمانا المغربية لم تبلغ بعد سنتها الخمسين لسبب بسيط، هو أن بدايتنا كانت تميل نحو الشرق، كنا نحاول أن نقلد ما يقدمه الشرق آنذاك، وبالدرجة الأولى السينما المصرية، ضمع الندم للراحل حسن المفتي، صمت اتجاه ممنوع لعبد الله المصباحي. سي بوكو بلوس اون سورت دو ستيريوتيب دي فيلم ايجيبسيان كي تي ان فوغ ا ليبوك افيك عبد الحليم حافظ، فريد الاطرش اتسيتيرا، اي كي مونتر لاسونسيون دان شونتور كي دان ميليو بوبولير انكارني كوم جي دي بار ابلوب بوكالي. ايوا مسعود لاباس، عجبك تعيش في البادية؟
راك تعيش فيها مع ناس طيبين بزاف. كرج تهلا دي المقتصد سلمكي الناس بحال بحال. الفرق اللي كاين يرجع للحاله اللي تربوا عليها والتربيه اللي تلقاوها بالصغر. كانت حاجه لكي نقول للاخرين بان لدينا سينما كذلك، ولكن ليست سينما مغربيه من المفهوم الحقيقي. لذلك هناك من يقول بان السينما المغربيه انطلقت بفيلم الوشمه لحميد بناني. لماذا؟ لان هذا الفيلم يمكن اعتباره فيلما مغربيا بامتياز، لانه انطلق من منظومه اجتماعيه تربويه مغربيه حاول ان يقوم برصدها وان يحللها ويعطي من خلالها ماده حكائيه تعكس الشخصيه المغربيه. C'était Rennam, qui était directeur des centres cinématographiques marocains, qui voulait absolument qu'il y ait un cinéma marocain. Lui-même était cinéaste amateur. Et c'est avec Rennam qu'il m'a donné la première chance de faire mon film, qui était un film indépendant, qui n'était pas du tout dans le cadre administratif. Ouchma a marqué la cinéphilie au Maroc de par sa manière de traiter de questions sociales mais sous l'angle psychanalytique, psychologique, inspiré de Buñuel, tout ce que vous voulez, et qui a donné une certaine fraîcheur à la cinéphilie marocaine des années 70, qui a créé pas mal de choses au point de faire que Ouchma est devenu par la suite une sorte de complexe pour tous ceux qui veulent produire des films. Pouvons-nous écrire, faire un film mieux que Ouchma? كانوا في عدة ممثلين مغاربة، وهنا حسينا باللي السينما المغربية شدت واحد الطريق وغادية، لأن البداية ديال السراب البعناني ووشما عطتنا واحد النفس وعطتنا واحد الأمل على أن السينما في المغرب غادية تزدهر وغادية تمشي. ظل هي السينما المغربية منذ انطلقت هي تبحث عن ذاتها، تبحث عن تعبيرها الخاص، تبحث عن جمهورها، خصوصا هذا الفيلم الأوائل ديال حميد بناني ديال لطيف الحلو، كانت هي باغية تفرض نفسها كسينما مؤلف. البداية بدأت بفيلم ديال 6 و12 ديال مجيد رشيش، اللي كان ان كور ميتراج كان تصور بالدار البيضاء وكيحكي على الحياة كيفاش دايرة في الدار البيضاء من 6 الصباح حتى 6 ديال العشية. من بعد منه كان فيلم اخر اسمه غابة، وتحت لي الفرصة انني نلعب فيه البطولة في 68. من بعد بدات
واحد الهبطه هبطت السينما المغربيه ما بقيناش كنسمعوا عليها. علاش؟ لان ما كانتش ميزانيه. المتفرج المغربي او الجمهور المغربي في حاجه الى حكايه تعكس همومه وهواجسه وواقعه. مثلا سهيل بن بركه في افلامه الاولى مثلا الف يد ويد، هذا الفيلم برغم انه حظي باستقبالا نقديا من قبل النقاد، لكن على المستوى التفاعل مع المجتمع يبقى فيلما يعبر عن وجهه نظر سهيل بن بركه للسينما. لكن دائما اي تجربه ابداعيه لا يمكن ان تنجح الا اذا كانت تنطلق من واقعها وتعبر عن لحظتها وعن انسانها وعن طموحات شعبها. السينما المغربية تتشكل من خلال صيرورة. نحن نعتبر جميعا سواء الناس اللي بداوا كيديروا السينما في البدايات ولا الآن نؤسس إلى سينما يمكن أن نعتبرها مغربية. هناك أفلام تنتج وتخرج في المغرب انطلاقا من موارد مالية مغربية بإبداعات وطاقات مغربية، ولكن كل هذه الأجيال التي يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أجيال أو إلى جيلين حسب المعايير والمقاييس، كلنا نعتبر مؤسسين لهذه السينما التي نطمح إليها. ما كاينش بحالي اللي مجرب هذا الزمان. تحدو مع موحى وحمو، راه الله غادي يبدل قنابل العدو مجاري وبرودو عمره ما يوصلكم. كان تيقول لهم سيدي علي أمحوش. كلما تيتجلى واحد الشأن مؤلفي ديال التعبير إلا وتيتجلى بالموازاة واحد الشأن اللي هو جماهيري ديال التواصل. تنلاحظوا بأن السينما المغربية كانت على مستوى التعبير ماشي على مستوى المتاجرة، سينما عادية جدا بكل التوجهات ديالها، فيها ما هو مؤلفي، فيها ما هو راديكالي في الكتابة، فيها ما هو شعبي أو شعباوي في بعض الأحيان. وهذا الشيء أعطانا كذلك تجليات اللي هي مهمة على يد حكيم النوري، على مجموعة ديال السينمائيين أو بحال الجيل اللي فرحاتي اللي مشوف هذا التيار هذا واللي غناوا الخزانة السينمائية في هذه المدة اللي تطول تقريبا من نقولوا منتصف السبعينات إلى حد الآن. السينما المغربية الانطلاقة ديالها كانت جميلة جدا، لأن من 2000 ليومنا هذا دابا هذه واحد 11 سنة وحنا كنشوفوا أفلام مميزة، أفلام جميلة جميلة جدا. كاين أفلام اللي بدون مستوى، ولكن كاين الأغلبية ديال الأفلام كلها صحيحة وكلها مزيانة. المشكل الأساس الذي يعترض حاليا السينما المغربية هو أن بدون دعم لا يمكن أن نتحدث عن سينما مغربية، حيث من الصعب جدا أن نجد أناسا مستثمرين قادرين على دخول مغامرة الإنتاج السينمائي، نظرا لأولا العزوف داخل القاعات السينمائية، القاعات السينمائية التي أصبحت يوما بعد آخر تغلق أبوابها. إلا زولتي ديك الجيشيات كلها اللي الدولة تتأطرها وتجعلها أنها تساعد الفيلم الفرنسي، ديك 220 فيلم إذا قسناها غير بالمردودية ديال السوق غتصبح 20 أو 30 فيلم فرنسي، ما تبقاش 200.
نفس الشيء في إسبانيا، نفس الشيء في إيطاليا، نفس الشيء في ألمانيا، نفس الشيء في أرجنتينا اللي تدير 120 فيلم الأرجنتين. لو لم تكن هناك المساعدة ديال الصندوق الوطني ديال الدعم كلها غتنزل تما واحد 15 فيلم. معلوم بلا صندوق الدعم ما يمكنش دير أفلام، حاجة واضحة. N'oublions pas aussi les contraintes qui pèsent sur la, la, les finances de l'État, des contraintes concernant les productions, même si un film est, est distribué à travers tout le Royaume avec la crise que connaît le pays concernant la, les salles de cinéma, etc., et le public qui n'est plus comme celui des années 60 ou 70. Donc même si le film réussit sur le plan commercial, il ne rentre pas dans ses frais et l'État supporte évidemment cette partie de, comme pour une, un soutien, si vous voulez, pour que le cinéma ne cesse pas et pour qu'il continue à produire. Tu es nouveau, toi. Et qui te cherche? Si tu crois que c'est le paradis, là, tu te trompes. Le paradis, il est plutôt là d'où tu viens. Mais bon, ça, tu es encore un bleu pour le comprendre. Il y avait à l'époque, si vous vous souvenez, À la recherche du mari de ma femme, il y avait également Un amour à Casablanca. Et c'est là, Un amour à Casablanca, qui a été le déclic pour moi. J'ai connu Abdelkader El-Kta, j'ai distribué son film. Bon, c'est un petit, c'est un film avec peu de moyens, mais qui était osé à l'époque. Lorsque j'avais, je parlais de ce film-là à mes collègues distributeurs, ils se foutaient un peu de ma gueule, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, mais Najib, tu es fou, au lieu de prendre un film américain, tu prends un film marocain, mais tu vas te casser la figure, parce que c'est ça, tu vas dépenser de l'argent. Surtout qu'à l'époque, je devais faire un investissement, je devais m'occuper de toute la promotion, je devais m'occuper de, donc, de toute la publicité, et confectionner les affiches elles-mêmes, les photos et tout ça. À l'époque, c'était assez cher. الحاج ياك ما ناوي تعاود تعملها مازالك الرابعه لا سيدي اللي عليك فيني ايه واش داك الشوفه ديال تاع حراميات العين ما كيعمرها غير الضد وتفرط وهذيك المراه معرفه et après il y a eu la recherche du mari de ma femme. C'était une comédie, c'était un film très léger, mais bon, il a eu du succès parce que bon, il y avait l'acteur qui était aimé par le public et tout ça. Puis c'était léger, les gens aiment bien rigoler, tout ça. Donc, et après, si vous voulez, j'ai continué et je me suis un petit peu spécialisé dans le film marocain. Nous avons demandé depuis un certain temps à abolir complètement les taxes et à considérer le cinéma comme un produit culturel. Or maintenant, nous avons un certain nombre de taxes qui sont très très variées, qui sont très lourdes et qui grèvent justement le budget de l'exploitant distributeur. Nous avons demandé à ce qu'elles soient abolies. On nous a, d'après, ce n'est pas encore officiel, mais on nous a dit qu'il va y avoir une taxe de 20%. C'est très grave. Donc nous demandons, nous en tant que professionnels, à abolir, à annuler complètement les taxes. On nous met une taxe de 20%. C'est très grave. Il va y avoir des problèmes, beaucoup, il y aura beaucoup de dégâts. تنذكر في سنوات 75 80 يعني كنا تناضلوا باش يكون دعم الفيلم المغربي للسينما المغربيه le cinéma existe grâce au fonds d'aide. Rares sont les producteurs particuliers qui font leurs films avec leurs propres moyens. ما يمكنش تصيب خواص سوى الا كنتي ولد عائله غنيه والواليد غادي ياخذ 200 300 مليون يقول لك اولدي اجي هاك دير السينما ديالك ولكن بلا صندوق الدعم ما غاتكون سينما. هذاك الدعم ولا تيمكن من مخرجين شباب يجوا يصوبوا افلام ديالو لان صعيب على واحد يدير ان بروميير فيلم ولا ما كانش عنده الدعم. أول شيء يؤخذ على لجنة الدعم هي أنها
لا تعطي تقارير حول الأعمال المرفوضة. يعني العمل المرفوض، لأن أنا تقدمت بمشروع أرى فيه عملا متكاملا ولدي حماس ورغبة لكي أشتغل عليه، وأريد أن أحظى بحصتي من دعمة الباقي الذين يستفيدون من الدعم، لكن أجد في آخر المطاف نفسي مقصيا بدون أن أعرف السبب. الآن شكون اللي تياخذ من هذا صندوق الدعم؟ مشاريع. هذه المشاريع كاين لجنة مسؤولة مستقلة تمام الاستقلال اللي تتعطيها التطبيقات وتتسهل لها المأمورية المادية. واش هاد اللجنة عندها واحد تصور موحد ووحيد من واحد النمط ديال الإخراج؟ لا. إذا ما كاينش واحد الاختيار مقولب مؤطر نمطي، بقدر ما كاين هناك واحد اللجنة ديال 11 ديال الناس، يعني متعددين التكوين ومختلفين في الانتماءات ديالهم، اللي تيقراو اولا هذاك السيناريو، تيديروا المعالم ديالو، تيشوفوا الحسابات ديالو، تيقرروا بان بالنسبه لهاد القدر المالي اللي غادي يستمر في الفيلم، المركز السينمائي من هاد اللجنه تيعطي مثلا واحد الثلث او ثلثين. ثلثين هو يعني اقصى ما يمكن ان يذهب اليه. الاحتجاجات على اللجان دائما واردة، هذه مسألة مفروغ منها. ما دام كاين هناك ملفات مقبولة وملفات مرفوضة فهناك احتجاج، هذه مسألة لا تناقش. يعني بالنسبة لي الدعم هو مورد من الموارد التي يمكن أن يعتمد عليها إنتاج الفيلم. أعتقد بأن السينمائي إذا كان واثقا من عمله فكان اعتقد انه غادي يكون فوق هذه الاعتبارات، لان الفيلم ديالو غادي يديرو سواء حصل على 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 الدعم او لا على الدعم، لان الرغبه تكون اكبر من الدعم. اما اذا اقتصرت على الدعم فمساله هنا اعتقد بانها جد خطيره. اطفي القروه بنادم، واش غير بوحديتك فهاد السينما؟ واش كتشري ليا؟ غطفيه ولا غادي تمشي تخرج؟ شتي كرسيك رانا عاقله عليه، شتي والله ولقاه متقب ولا مشرق، الا مازال دخلتي لهاد السينما ها وجهي وجهك. تيتقدموا لك 20 ديال السيناريوهات، تيتخذوا منهم 5 ولا 6 ولا 7. طبعا كاين 13 اللي ما خداوش حظهم من هالقضيه، غادي يقول لك انايا. كاين اللي غادي يقول لك بان تظلم، كاين اللي تيقول لك بان الناس ما تعرفوش يقراو، وهذا طبيعي يعني ما كاينش. الان الا ما كانش هذا صندوق الدعم بكل صراحه ما غتكونش سينما وطنيه، ما غتكونش، لان ما عندناش الان المستثمر الخاص اللي غادي يجي يستثمر في واحد الفيلم واحد 6 7 او 8 ديال المليون او 3 ولا 4 ديال المليون يديرها كاستثمار ويعاين بان السوق يردها له، ما كاينش شيء. انما انا كنظن باللي اللجنه لما كيكون واحد 12 واحد كلهم كيقراو سيناريو، فماشي كلهم غادي يتفقوا باللي هذا العمل راه رديء ولا ما صالحش وما نعطيوش الدعم، او لا هذا العمل هو اللي خصنا نعطيو الدعم. فكتبقى 12 شخص، راه 12 فكره 12 راي، يعني كل واحد كيعطي رايه في الاخير كيغرب له هذاك الشيء باش يلقاو باللي اشنا هو المقياس اللي خاصهم يعطوا عليه الدعم. لجنه الدعم هي عنصر داخل بنيه عامه لمشهد سياسي اقتصادي يقوم على الهواتف، يقوم على الدفع بوجوه دون أخرى، على العلاقات، على العائلات، على اللوبي الضاغط الذي يضغط لكي يحصل على نصيبه من هذه الكعكة التي تسمى دعم. حاجة ضايعة، غادي يكون الناس غادين على لجنة الدعم وآخرون ما غادينش على لجنة الدعم. هذا عادي، هذا زعما لا بغينا نقولوا من طبيعه الانسان، لان كاينين عده سينمائيين ما محظوظينش مع لجنه الدعم،
فين ما تيقدموا شي سيناريو ما تيتقبلش ليهم. هادي ماشي معنى ان لجنه الدعم ولا سياسه لجنه الدعم غير جيده. سي لو فون ديد اكورد ان افي فافورابل ان بروجي ايفيدامون il devient un allié, on ne peut dire de lui que du bien. مشي معاك؟ ما كاين تربي لي معطلة. تعطلتي البارح؟ ماشي في عين هادي؟ والله يهديك. امين. هادشي اللي عطل الله. قيمة العمل السينمائي تكمن في جودته السينمائية. نعرف جميعا بان السينمائي ليس هو محلل او باحث اجتماعي وليس هو يعني فاعل جمعوي او سينمائي، هو انسان يشتغل على مجموعه من الادوات الفنيه التي جمعتها السينما. الله ما كاين اللي يعرفك. هانتي شوفي حيحي ديري اللي جهدك فيه، ما كاينش اللي يعرفك واخا تكون امك. السينما المغربيه ماشي كلها هري وكلها جنس وكلها اسم. اذا لا كانوا 4 ولا 5 ديال المخرجين او 4 ولا 5 ديال المعبرين اللي تيعبروا فهاد الشكل، ماشي هي السينما المغربيه ككل. والسينما هي ما تتفرجش عليك باش تمشي تشوفها، السينما تتختار حتى تمشي تشوفها، ما تدخلش عندك للديور. هذا مهم جدا. الأسس المشكلة ديال التعبير السينمائي في بلاد اللي باغية تقدم في هذا الميدان هو تحترم وتضمن حرية التعبير. حرية التعبير في إطار واحد المشروع، في إطار واحد المشروع مجتمعي اللي تحترم الآخر وتحترم يعني القواعد العامة ديال البلاد، علما منا بأن السينما حتى حد ما تيضغط عليك تمشي انت حتما تدخل القاعة وتعطي السعر ديال المشاهدة وتفرج فيها، انت حر ما تمشيش. Finalement le مشكل الحقيقي c'est toujours un problème du corps de la femme en général, c'est même pas le corps de l'homme. حيت tu fais عندنا الافلام كل اللي فيها لو كور دو لوم عريان ما كاينش كيدوي عليها. دونك عندنا حنا مشكل ديال المجتمع ديالنا، ولكن ملي كتشوفها في دولة اخرى كتبان لك عاديه. دونك شنو اللي كيجعلك انت كمغربي مسلم محافظ داك الهضره كلها ديال 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 التعمر الشهرج اللي كيبغيو المغاربه يسمعوا كتقبل هذه وما كتقبلش هذه؟ بجوج جين تفرجوا الفيلم ولا جينا على حاجه اخرى؟ بنادم لما كتكون عائله باش غادي تشوف فيلم مغربي يعني يعني فرحانه وكتهيئ باش غتشوف فيلم مغربي، لما كيمشي الاب وولادو ومراتو كيشوفوا فيلم فيه مشاهد بحال هكا مره اخرى ما كيقدروش يمشيو. لا النقد السينمائي قام بواحد المهمه ديالو اللي من المهام ديالو يقول لك هذا الفيلم تيدار لي بان متطرف بعض الصور ولا هو على العنف الى اخره، تيبقى النقد تيقوم بواحد المهمه اللي هي ديال التوعيه كذلك. فما نبقاوش كل مره ظهرنا واحد الفيلم بحال ان فيلم او لا بحال كازانيغرا او لا بحال فيلم ديال عزيز السلمي كلشي تيوقف تيقول لك لا ما يمكنش هاي واش هادي. المغرب عنده واحد المستقبل يعني كبير جدا بالرجالات ديالو، بالفنانين ديالو، بالممثلين ديالو، بالتقنيين ديالو، بالسيناريست ديالو، وبالمخرجين ديالو. هذا واحد الكنز بشري اللي هاد البلاد الان دارت سنوات باش رقمتو، الان هما بداو في العطاء في مرحله العطاء. الا بقينا كل مره بالحكان وبان هذه لا وهذه ممنوعه الى اخره، غادي نرجعوا شي سنوات اللي حتى حد ما تيتمنى انها تعاد. We'll be right back.
Le cinéma n'est pas un secteur qui doit être soumis à trop de textes réglementaires, parce que n'oublions pas que le cinéma comporte un côté de créativité, de création, d'imaginaire. يجب أن تكون النية سليمة. وعندما نتحدث عن النية السليمة هنا يطرح مشكل، مشكل حقوقي. ليس لدينا الحق في أن نقول لشخص ما بأن لا يكتب هذا وأن يكتب هذا وأن يخرج هذا النوع وأن لا يخرج هذا النوع. أنا بالنسبة لي المشكلة يكون في المجانية، المجانية التي تغضب، مش العري أو الكلام النابي. إلا كان في بلاستو وكان يعني عنده مبرر دراماتورجي فهو لا يثير أي شيء. من جهة ثانية هناك مشاكل يتخبط فيها الممثلون الذين هم الدعامة الأساسية للإنتاج السينمائي. لا يمكن أن نتحدث عن سينما في غياب ممثل الذي سيحمل هذه الرسالة التي يريد أن يوصلها المخرج إلى المتلقي. ياك أنت أش دخلك أنت في الأرض ديال الجماعة؟ ياك أنت غير براني على القبيلة. لا الشيخ الكندوز الفقيه راه تعدد دابا 30 عام وعايش معنا، راه ولا واحد منا. أخلص الشيخ الله يهديك. الممثل في المغرب كيعاني لأن ما عنده حتى شي قوة اللي كتحميه، ودائما هو على ميرسي ديال المنتجين. وهنا في المغرب باقيين كنلقاو باللي الحاجة الوحيدة اللي المنتج كيخمم فيها وهو كيخمم في التكنيك، كيخمم في الديكور، كيخمم في المسائل كلها إلا الممثل. الممثل كيجي في آخر مرحلة. وحتى القنوات، حتى القنوات أحيانا كيكونوا كيفرضوا بعض الممثلين اللي ما نقدروش نقولوا باللي كاين الصدقة ولا القرابة ولا يعني شي حاجة، والفيلم كيقدر ما ينجحش. أنا مثلا بالنسبة لي شايف في واحد العدد الأفلام فورزازات، والجميل في هذاك المشاركة مع الأجانب هو التقدير اللي كيعطيو للممثل وحقه كيفاش كيكون هذا. يعني يا ريت انه حتى في الافلام المغربيه نقدروا نتمتعوا بحال داكشي. أولا لكي تزدهر السينما المغربية يجب أن تكون هناك أفلام، يجب أن يكون هناك إنتاج، يجب أن تفتح الأبواب للمبدعين لكي يشتغلوا. وإذا اشتغلوا فإن السوق والمتلقي والمهرجانات هي التي يمكن أن تكافئ الذي اجتهد أكثر من الآخر. لأن كانت عندنا 23 فيلم هذه السنة وكانت فيها 4 أو 5 الأفلام جيدة، خير ما يكون عندنا 5 الأفلام ويكون هي واحد لي جيد. هناك إنتاجات، هناك رغبة سياسية لإنتاج أفلام، هناك جيل أصبح يهتم بإنتاج الأفلام المغربية بالتعبير من خلال الصورة والصوت. أكيد سيكون هناك تراكم بطبيعة الحال، لأن هناك اهتمام وهناك يعني رغبة لإنتاج الأفلام. من انطلاقا من هذا الكم سنحاول أن نناقش ما هو مميز وما هي يعني الأفلام التي عند لها كيف جيد. قرصنة بالشكل الذي
تمارس به في المغرب أصبحت تهدد الفرجة بشكل عام. أتكلم عن الفرجة، أتكلم عن السينما، أتكلم عن الموسيقى إلى آخره. فالقرصنة عندنا ما بقاش تمارس في الخفاء، تمارس علانية. هذا سيهدد كثير الفرجة بشكلها الجماعي، الخروج إلى القاعة، لأن السينما أساساً السينما ماشي فقط إنتاج وإخراج أفلام، وهذا السينما كذلك هو مشاهدة الفيلم جماعة. القرصنة ما دارت والو، لأن القرصنة لما كتشوف أش كيبيعوا، كيبيعوا الأفلام اللي كتدوز في التلفزيون، كيبيعوا الأفلام الأمريكية اللي كتجي من برا. فهذه أنا بالنسبة لي أنا ما كنعتقدش أنها قرصنة. وحتى الفيلم المغربي مادام القاعات ما كاينينش هو ما كيتمشاش، راه في صالح المخرج ان هاد وصالح الممثل ان هاد القرصنة تكون باش الناس تشوف هاد تشوف الاعمال ديالهم، لان ما غيشوفوهاش في السينما. وما كاينينش بعدا، كاين واحد العدد المدن دابا حاليا ما فيهمش القاعات. كيفاش الناس بغات تعرف السينما المغربيه الا ما كانش قرصنة؟ في الحقيقه زعما خصنا الناس يشوفوا الافلام باي طريقه كانت، لان شحال القاعات كاينين كاع، وهذوك القاعات ما مجهزينش لهذا الوقت. القرصنه من الناحيه القانونيه هي طاعون، هي عدو، عدو المخرج، عدو المنتج، عدو الابداع. هذا الشيء يعني بدون نقاش. والدوله المغربيه تحارب القرصنه بكل وسائل، بكل وسائل. ونعطيك حنا اللوائح ديال الناس اللي مقادينهم، وسنويا سنويا كاين سنوات يحكم عليها هذوك القراصنه تيمشيو سجنا نافذان وتعطيو يعني تيخلصون الدوله الى اخره. هادشي بدون نقاش، ولكن هادشي ما تيوقفهاش. علاش؟ لان الوسائل التكنولوجيه والتطور ديالها و دي اس ال وهذا التعامل اللي كاين الرقمي جعلها تتفوت. الان ما تتفوتش القرصنه، ما تتفوتش على الجماريك وهذا الشيء. فاذا المحاربه ديالها يعني قائمه. القرصنه عدو الانتاج والاخراج والفن بكيفيه عامه، والحرب مستمره. اذا استمرت الامور بهذا الشكل يعني ما يتعلق بالقرصنه فستصبح المساله خطيره، لان ما كاينش غير القرصنه، كاين اقفال القاعات، كاين عزوف المتفرج عن القاعات، بمعنى ان حتى الفرجه السينمائيه اصبحت اكثر فردانيه. يعني الانسان ما بقاش حتى كيتفرج الفيلم تبع العائله ديالو، ولا كينزاوي بوحدو في البيت ديالو كيشوف الفيلم فوق يعني الحاسوب ديالو. هذه المساله ستغير كثيرا الطابع السينمائي داخل المغرب. كنصوبوا افلام شويه ما نبقاوش نعرفوا فين نطرحوها. حتى ملي كنقولوا القاعات السينمائيه المغربيه بقى 45 58 شي حاجه بحال هكذا في المغرب، كنكذبوا على راسنا. حتى في هذا الشيء حنا بقى عندنا 5 6 القاعات في المغرب، هما اللي كاينين، 7 8 كاع وماكسيموم عندنا 8. لان حيت ملي كدوي على الميغرام وكتقول فيها 14 قاعه، ما فيهاش 14 قاعه، فيها قاعه واحده. لان ملي كتخرج انت الفيلم ديالك ما غتحطوش في 14 قاعه، كتمشي للميغرام كتحطو في ميغرام واحد. لي زيكرون واخا هما كثار، راه كتخرج الفيلم ديالك انت واحد، وكتبقى من بعد كتخدم شويه كتوقف. من بعد كتوقف كتولي كتصيفطهم داك ساعات لداك 46 ولا 45 اللي شايطين، اللي هما سينما قاعات ديال السينما اللي مخلطين بالكاراتيه ومخلطين بالهندي ومخلطين ما نعرف شنو ومخلطين، وكيولي داكشي يعني غير سواقي بحال راه بصح فيديو ولا راه يعني هادوك تقدر تصيفط لهم كاع غير دي فيديو يقول لهم دوزو سا غوفيا او ميم شنو ميم با بزوان باش تزيد اون كوبي 35. الله يخلف عليك.
وتيرة السينما المغربية أصبحت تسير في منحى تصاعدي من حيث الإنتاج، من حيث الإنتاج وكذلك من حيث عدد العاملين والمشتغلين في هذا الحقل. إذن أصبحت الصحافة المغربية مضطرة إلى أن تحدث أقسام متخصصة في مجال الثقافة والفن والإعلام. المهرجانات المغربية مصنفة إلى مهرجانات كبرى، مهرجانات متوسطة ومهرجانات صغيرة. مهرجانات كبرى مثلا مهرجان مراكش، هذا مهرجان مراكش لا أعتقد بأن شخص له غيرة على هذا البلد يمكن أن يحتج ويقول بأن مهرجان مراكش ليس فيه أي فائدة للسينما المغربية. مهرجان الدولي ديال مراكش يعني بدون نقاش يعني اللي هو المعرض ديال كل ما يتضمن المغرب من اجراءات ابداعيه ثم ديال التبادل ثم الى اخره. هذا المهرجان يعني الضخم بدون نقاش. المهرجان الوطني ديال الفيلم هو واحد اللقاء سنوي اللي كل انتاج المغربي تجي تقدم فيه، والان مجموعة ديال المهرجانات الدولية تجي لعندنا طنجة باش تختار الأفلام اللي تديرها في المباراة ديالها. حين نكون جيل يتذوق كل ما هو فني فنحن نخلق متفرج متذوق، ونخلق كذلك مبدع واعي، مبدع يعرف ما يريد وما لا يريد. أنا متفائل، أنا في حياتي متفائل أودي أستاذ، في حياتي أنا متفائل، تنظن بلي عندنا مستقبل ظاهر، ولكن خص يكون الصراع. السينما المغربية الحمد لله وصلنا يعني بحال اللي قلت إنتاج 20 فيلم طويل و20 فيلم قصير. السينما سيكون لها مستقبل كبير إذا تفاعلت مع الواقع، إذا سمت بالواقع، إذا خلقت الحلم، إذا عبرت عن الواقع بشكل صادق، سيكون لها دور في تغيير مجموعة من الأشياء. إن شاء الله تكون عندنا سينما. نعترف بأن كاينة شي حاجة اللي خصها تطور وتصير أحسن مما هي عليه. نعترف بهذه القضية هذه. ما تبقاش ديما ديك راه ما عندنا والو، لا ما كاينش هذا الشيء في السينما، ما كاينش. عندنا كل المستلزمات اللي يمكن تحفزنا إلى الذهاب إلى ما هو أبعد، إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أسرع.